بسم الله الرحمن الرحيم. Wir fangen jetzt mit der fünften Lektion an. نبدأ مع الدرس الخامس. Und ich muss, ich kann, ich will. Ich muss, أنا يجب. Ich kann, أنا أستطيع. Ich will, أنا أريد. فلدينا المودال فيرب. Konjugation und Position im Satz. Modalverben, الذي سنعرفه بعد قليل. Konjugation, التصريف والمكان في الجملة. فلدينا müssen, يجب, وحبذا لو تكتبون, schreibt bitte die Übersetzung, die Bedeutung. Müssen, يعني يجب. Können, يستطيع. Dürfen, أيضا يستطيع, لكن من حيث السماح, يعني يسمح لي أن أفعل كذا. dürfen, ich darf. wollen, يريد. sollen, أيضا اللي يجب. والمسن يعني مثل يفترض. ونستطيع أن نقارن بالإنجليزي. ال must وال should. und möchten, يريد أيضا, لكن برغبة, بحب. وأيضا يكون أكثر محترما. فمثلا عندما أكون في المطعم لا أقول ich will ein Glas Wasser, ich möchte ein Glas Wasser bitte, يعني يكون أكثر احتراما. بعد ذلك لدينا التصريفات, وطبعا نرى هنا الأحمر أن هو خارج القاعدة. ف ich muss, du musst, هنا تغير الـ ü, er sie es, man muss, طبعا المن يعني أحد أو jemand. من كان oder من muss das machen, يعني الواحد يجب أن يفعل كذا. wir müssen, نحن نجب. ihr müsst, أنتم يجب عليكم. sie müssen, طبعا ich kann, du kannst, er sie es, man kann, wir können, ihr könnt und sie können. طبعا هنا يوجد لطافة أن عندما أحد يقول لك du musst das machen, يعني يجب عليك أن تفعل كذا, فتستطيع أن تقول ich muss nichts machen, يعني تريد أن تكون رخم شوية فتقول ich muss nichts machen, أنا لا يجب علي أن أفعل شيء. ich muss nur sterben, هو الواجب علي فقط الموت. أنه كل الأشياء باختيارك, تستطيع أن تفعل وأن لا تفعله, لكن الموت مجبر عليك. فإيش داف, دو دافست, er sie es, man darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. هنا طبعا ich will, du willst, er sie es, man will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. وال soll, sollst, soll, sollen, sollt, sollen. ich möchte, du möchtest, er sie es, man möchte, wir möchten, ihr möchtet und sie möchten. هنا يقول im Singular, في المفرد, wechselt bei müssen, können, dürfen, يعني يتغير في الأفعال الثلاثة, und wollen, والرابع, der Vokal. im Singular, bei müssen, können und dürfen und wollen. يتغير هنا الفوكال ال ü ö ü وال o. die ein und drei Personen Singular haben keine Endung, ليس لديهم نهاية. هنا في الأخير نتعلم على الترتيب. فيقول ich muss am Montag um 6 Uhr aufstehen. احفظوها, إنه فاعل المودال فيرب, سائر الجملة, الفعل الحقيقي. فإيش نوميناتيف, مس مودال فيرب, أم مونتاج أم 6 أور, الباقي der Rest, aufstehen يعني الفيرب. طبعا الفيرب يكون في الانفينيتيف. أنا يجب علي أن يوم الاثنين أن أستيقظ الساعة السادسة. أم زونتاج können wir zusammen frühstücken. يوم الأحد نستطيع
مع بعض أن نفطر. طيب حتى لا أتكلم أنا لوحدي، هي عبد الله مش تنزليزن ولا مش تيمت ليزن؟ فين معلش؟ طيب تريدون أن تقرأوا الثالث؟ طيب أستاذ عهود، متغاي يا نمد غاية ماي كندا دوفن نيكو ماينا، يا زين genau. Meine Kinder dürfen nicht oft fernsehen. أطفالي لا يسمح لهم غالبا أن يشاهدوا التلفاز. طيب الذي بعده، meine Tochter. أنا برضو نعم، ما فيش ما غيركم. عندي. طيب ماين تختار فيل اوست ام كمبيوتر، هي دي زي الانجليزي برضو كمبيوتر كمبيوتر، يا سبيلن. ابنتي تريد غالبا أو كثيرا أن تلعب على الحاسوب. طبعا حينما نترجم يكون الترتيب مختلف، فلازم نتعود. فالجميل يعني لو حبذا لو فعلتم ماذا؟ إنه الجملة وتكتبون الترجمة وتشاهدون الترتيب تبع الترجمة فتقارنوها. طيب ماين زون، Mein Sohn soll Hausaufgaben machen. تمام. ابني يجب أن يفعل الواجب Ja. أو من المفروض يعني. أوكي، يا Ja, musste aber ins Kino gehen. تمام، لكن هو يريد أن يذهب إلى السينما. فنلاحظ كما قلنا يعني هذا الذي يشرحه أنه المودال فيرب في البوزيشن 2. دي مودال فيرب stehen auf بوزيشن 2. Das andere Verb im Infinitiv في المصدر am Ende في النهاية، wenn es im Kontext klar ist، يعني عندما يكون سياق الجملة واضح، ist der Infinitiv nicht obligatorisch. يعني أحيانا حتى لا نحتاج إلى الفعل، فممكن أقول عندما يكون مفهوم. يعني أنا هنا لازم أدقق، يعني لازم أشوف مشت أبا إنس كينو مثلا. هنا هو فعلها في بين قوسين، فلو اكتفينا ب إير مشت أبا إنس كينو هذا يكفي. فيعني ليس من الواجب أن نقول جيهن، لأنه مفهوم أنه يذهب إلى السينما ولا يطير الواحد إلى السينما مثلا.